ويسعد صباحكم من جديد. وهلا مثل ما قلنا عم نساوي نحن راس بنعنع، اللحمه بنعنع، وحنبلش نحن نقول المقادير مع بعض. عندنا حوالي نص كيلو لحمه مفرومه ناعمه، عندنا حوالي جرزه نعنع مفرومه مقطفه، قطفنا الاوراق وفرمناهم تمام، وعندنا زيت مشان نقلي فيه، وعندنا حوالي حبه بطاطا مسلوقه ومهروسه، وعندنا ملح وفلفل. وبالنسبه للصوص حنستخدم نحن قسم من هذا النعناع، وقسم بدنا نحطه باللحمه، وقسم بدنا نساويه بالصوص. عندنا بالنسبه للصوص مثل ما قلنا نعناع، وعندنا ثوم مهروس حوالي شيء 4 أسنان أو 5 أسنان ثوم، عندنا عصير حامض، وعندنا نص معلقه نص كاسه مي، وعندنا حوالي معلقه كورن فلاور او نشا مشان يجمد يمسك الصوص. عم بلش الاول شيء مع بعض نحط اللحمه ونتبل اللحمه سوا مع بعض. مثل ما قلنا حنستخدم نحن نص الكميه النعناع، وحنحط مع البطاطا، بدنا نخلطهم. هون حضطر انا استخدم ايدي عشان اقدر نخلط مزبوط. حنينا نحط شوي كمان الزيت على النار، انا مشغل الطنجره عشان نقدر راسا مباشره بس لنقرص ونباشر بالقلي. وانا هون حنقدم قدام منا، نبلش قدام منا نحن حنقدم كمان سلطه السبانخ، كثير مفيده وكثير طيبه وكثير سهله. هلا بنشوفها طبعا شلون بالاخير مع بعض. هلا بدنا نحط الملح، نحط الفلفل، بالشكل هذا. هلا بنرجع نخلط اللحمه مزبوط. انا مضطر هون نستخدم ايدينا كرمال انه كلتره ينعجم مع بعضه. في ناس ممكن ما يحطوا له بطاطا، بس انا بحط له بطاطا عشان تكمش اكثر وبتعطي كميه اكبر شوي وما بتاثر على الطعمه اطلاقا. هلا هيك عم نحط بدنا نخلطهم مزبوط. هلا هيك الراس النعناع بدها تكون تقريبا حوالي هيك حجمها حيكون، وسماكتها حوالي بين النص سنتي والسنتي عشان تستوى قوام، ما بتاكل وقت بالتسوية. هلا هيك تقريبا صارت جاهزة عنا، حنبلش نقرص. نحن بدنا نكورهم بالشكل هاد، بنكورها بعدين بنفعسها، بنضغطها بهالضغطة هاي، صارت عنا القرص بنعنا صار جاهز. عم بلش رأسا نحطه بالزيت، عم بلش الثانية، كثير سهلة هالأكلة وكثير طيبة، ممكن تستخدم كمقبلات، ممكن تستخدم كوجبة عشاء إذا بتنحط مع خبز أو قدام منا مثلا ممكن رز على هوا رغبة البيت، بس الأغلبية هي نوع من أنواع وجبة خفيفة تعتبر للعشاء أو طبق جانبي. نزلهم بالشكل هذا. هلا هي أكلة مثل ما قلنا خفيفة وسريعة. هلا بهالوقت هذا ممكن نحن نحط الطنجرة على النار بعدين ما نبلش إذا بدنا نساوي الصوص تبعنا، بس حنساوي نحن الصوص تبعنا بالفقرة الثانية، بس لبين ما تكمش اللحمة شوي تنقلها. هلا هيك
هلا مثل ما قلنا عم نحط اللحمة عم تنقلها شوي شوي. وين النار عشان نحط كمالة اللحمة. نحن منكورها هالتكويرة هاي كرمال تكمش مع بعضها وما تفرفت. هلا شوف هلا منقوية النار خليها تستوى بس قسم الأولاني. نحن بنعرفها أنه استويت طن اللحمة وقت بهالحالة بتبلش هون يتغير لونها السطح تبع الخارجي اللي لقلنا صار وقت بيتغير لونها ببلش في صار فينا نقلبها. لا لساتها هي طرية عشان هيك لسه بدها شوية وقت. بهالشكل هاد مثل ما قلنا. يعني هي بتاكل شوية وقت بالتسوية بس أكلة بتستاهل الانتظار وبتستاهل إنه يستناها الواحد شوي شوي. هلا هيك نحاول كمان نضيف قطعة تانية كمان طالما إنه لأنه اللحمة بتكش صار في عنا مجال إنه نحط كمان قطعة. هنساوي كمان قطعة. هلا هيك بدنا نستناهم ليستووا. طبعا نحن بين ما نسويهم هلا نحن صار فينا لبين ما نخلص تقلايه اللحمه كلياتها بنرجع لعند الشباب وبنكمل باقي الفقرات لبين ما نخلص تقلايه وبنسوي بالفقره الثانيه بنساوي الصوص مع بعض وبنطبق السلطه. يسعد صباحكم عن جديد. نحن مثل ما قلنا عم نساوي قراص بنعناع لحمه بنعناع. هلا حنساوي الصوص تبعه وبنشوف طريقته شلون. حطيت طنجره على النار بنحط رشه زيت خفيفه فيها ومنحط الثوم بدنا نقلي الثوم. ما بدنا الثوم يكون ني لانه وقت نحطه بالصوص. ما بدنا كثير زيت الصوص نحن تبعنا. الشكل هذا. الثوم صار تقريبا جاهز. نحن ما بدنا اياه يحمر بس مجرد انه يستوي والزيت ياخذ من نكهة الثوم. هلا بنضيف شوية مي حوالي تقريبا نص كاسة للكاسة على هو كمية الصوص اللي بدنا اياها. حنضيف النعناع الصوص ما بياكل كتير وقت مجرد انه هو تقليبتين ثلاثة لانه احنا بدنا اياه يكون بس مجرد انه سخن شوي بس ما بدنا لون النعنع يتغير لونه. هنحط له ملح هنحط له رشة فلفل ونحن عنا هم مثل ما قلنا معلقة كورن فلاور مندوبة شوية مي. نحركها رأسا. هنضيف له هلا شوية عصير ليمون. طبعا اضطرينا لقينا انه سميك شوي الصوص طبعا ممكن نزيد المي تبعنا ما في اي مشكله اطلاقا. هلا تقريبا الصوص صار جاهز عنا بس يغلي شوي. حنضيفه كمان شويه مي لانه بده شوي حسو سميك. طبعا بنشوف نحن الملح والحمض تبعه اذا مناسب يكون جاهز عنا الصوص. هلا
هلا هيك تقريبا الصوص جاهز، بس نستنى له يغلي غلوه وبيكون عندنا جاهز. هلا هيك غلى الصوص، ما بياكل كتير وقت، صار عنا جاهز، منطفي تحت منه. هلا هيك تمام صار عنا. هلا حنساوي نحن مع بعض شوي سلطة السبانخ. أنا هون قطفت سبانخ، قطعتها قطع عريضة شوي بالشكل هاد، تمام. حنضيف لها نحن عصير حامض، وحنضيف لها توم، نضيف له ملح، نخلطهم شوي مع بعض. هي كتير بسيطة السلطة، بس كتير طيبة وكتير مغذية وكتير مفيدة. في عالم بيستغربوا من السبانخ لأنه بتتاكل نية، إيه بتتاكل نية بشكل كتير طيب بيكون، وبالعكس مفيدة جدا لأنه كل الفيتامينات والمعادن اللي فيها بتضل محافظة على فوائدها ضمنها طول ما انه انت عم نحن عم ناكلها نيه. حنحط لها بندوره كرزيه، وممكن اذا ما في بندوره كرزيه حنحط لها بندوره عاديه ورشه زيت زيتون خفيفه. وطبعا نحن ممكن هلا بكره هلا بالاخير بس طريقه التقديم تبعها بنزينها بالجزر وبنشوف شلون طريقه التقديم النهائيه طبعا بالاخير. هلا هيك اكلاتنا صاروا جاهزين. طبعا طريقه التقديم النهائيه نحن بنشوفها سوا مع بعض باخر البرنامج. هلا بنرجع لعند الشباب ونكمل باقي الفقرات لبين ما نجهز الصحن ونقدمه، والف صحه وهنا مقدما. بما ان هلا عم نساوي قراص بنعناق اللي سويناه هون، هي حطيناه هون وحطينا معهم الصوص نتيجه احد طرق التقديم، وقدمنا منهم سلطه سبانخ مع البندوره الكرزيه، والف صحه وهنا وإن شاء الله تعجبكم.